بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفتح ويسوره، يثوره يعني يجعل يعني يسور الكنز زي ما بتثور الأرض تخرج إيه خيرته. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدئ كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب أن نثمر هذا الأمر، نثمره يعني نزود فيه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل، خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم أبدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء بتقضي اللي عليك، خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي أن يقول عند عمله بسم الله، تبقى أديت عن نفسك في الحال وأديت عن نفسك في الماضي وحملت عن أخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. وإذا كان ذلك في بسم الله فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا، النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة وقل الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن إيه؟ برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البسملة هنقول في كل عمل إيه ثمرة، هنقول الحمد لله، خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله. الحمد لله. وبذلك نكون قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها. الحمد لله عليك يا شيخ.